أحب أسمع رأيك بتصريح الممثل القدير بسام كوسة مؤخراً عن أنه بعض الممثلات عم يستغلوا مهنة التمثيل غطاء على أفعال مشينة. ما نختصره بكلمة تصريح، هذا لقاء. صحيح، لقاء يعني فيه حوار كامل له موضوعه وفيه مجموعة قضايا عم تعبر عن عقل الرجل عم يقول رأيه بشيء. هلأ من يختلف معه يقبل الاختلاف. أستاذ بسام كوسة عقل راجح وفهيم وناضج وعرفان شو عم بيقول بالحرف الواحد. أكيد أنا لا أعتقد أنه ممكن يروح للمطارح اللي راح عليها الفيسبوك. من شوي قلت لك هذا حنفية غباء. انفتحت على بسام كوسة بمطرح غلط، ممكن تنفتح على أي حدا تاني كمان بمطارح الغلط فيها ممكن يكون أكبر وأخطر. الكلام اللي حكاه الأستاذ بسام كلام كتير حقيقي وناجم عن خبرة وعن معرفة وعن موقف ما له علاقة بالمزاودة بالأخلاق بقدر ما له علاقة بالفهم الحقيقي، لأن يكون في عنا إحنا مساحة حقيقية من إبداع نظيف من أصحاب فنانين أصحاب مشاريع نظيفة. حكي الحقيقة إذن. هلأ في بالعالم كله في هذه القصص بدك تروحي لهالمطرح بالتفسير، لكن بسام كوسة أنا من معرفتي فيه ومعرفتي فيه يعني كتير جديدة صار لها بس 50 سنة. يعني بسام لا يمكن يفكر بطريقة ممكن يعمل ند مع أي حدا من هدول العالم. هيدا اللي منعرفه عنه على كل حال بالتأكيد. ولكن برأيك قال الحقيقة؟ لا لا، هو بمطرح تاني فوق أنه يكون بمستوى هالتصريح، هو أهم من هالتصريح. أنا ما بقدر أفهمه بهذا الكلام اللي تروج عنه بالفيسبوك. بدي أقولك بس هو شو قال وشو اتهم. قسم كبير من الممثلات والسيدات والأنسات زميلاتنا بينرفع الراس فيهم من كتر ما هن موهوبات وشغلهم حلو أخلاقهم حلوة، ولكن القسم الأكبر مهنة التمثيل بالنسبة لهم هي عبارة عن ستارة لممارسة مهن أخرى. وعم شوف هلأ شو عم بصير وعم ينسب بعض الأمور إلى الذكاء الاصطناعي. هون أستاذ عباس النوري فهمت مباشرة أنه عم بيصوب على الممثلة السورية هبة نور بعد انتشار فيديو لإلها قالت فيه أنه هو صناعة ذكاء اصطناعي. باختصار بسام كوسة لا تنقصه الجرأة أن يقول ما يريد ويسمي الأشياء بأسمائها، وبسام كوسة لا تنقصه البديهة ليعبر عن نفسه من مستواه، لا يرخص نفسه على الإطلاق ليصل إلى هذا المستوى على الإطلاق. وأنا هذا الكلام لا أشهد به فقط إنما أؤكده.